اهلا بيكم وحلقة جديدة وسر جديد من حلقات إياحة. أكلة شعبية بديل للحمة، يعتبروها بروتين طبيعي جدا وبروتين قوي. يا ترى عرفتوا هنتكلم عن ايه النهاردة؟ هنتكلم طبعا عن الفول. الفول هو أكلة من أكلات المصرية الشعبية المنتشرة كتير جدا في مصر. طب تعالوا نعرف ايه حكاية الفول مع بعض. الفول المدمس هو دايما ضيف على سحور رمضان، وكمان هو من الأكلات الشعبية اللي بناكلها في رمضان وغير رمضان، عشان المصريين دايما مشهورين بالفول في الفطار في غير رمضان وكمان في سحور رمضان. الفول طبعا مشهور بمحلاته اللي موجودة كتير جدا في شوارع القاهرة، وكمان موجودة على أرصفة وشوارع المحروسة. وعلى حسب كتاب الآثار شفرة الماضي اللغز والحل للدكتور خالد عزب، قال إن الفول من أهم البقوليات اللي عثر عليها قدماء المصريين من أيام عصر الأسرات الأولى في أحد قبور الأسرة الثانية عشر، وفي طيبة من عصر الدولة الحديثة لقوها في قبور سقارة وكوم أشيم، ومن العصر اليوناني الروماني، وهي دلوقتي محفوظة في المتحف الزراعي في الدقي. طب تعالوا نشوف قدماء المصريين كانوا بيسووا الفول إزاي. كانوا بيحطوه في قدور كبيرة مليانة مية، ويحطوه في رماد الفرن ويسيبوه في المستوقد لحد ما يستوي وياكلوه مدمس. طب يعني ايه اصلا كلمة مدمس واصلها ايه؟ كلمة مدمس دي هي جاية من طريقة تسوية الفول، ان هو بيتحط في الرماد والوقود، وده نسبة للخواجة اللي اخترعها واسمه ديموس. وكلمة مدمس دي في المصرية القديمة معناها الفول المدفون، وترجع الى كلمة تمس، ولكن اتحرفت في اللغة العربية وتسمت مدمس. المصريين في العصور القديمة كانوا بياكلوا الفول مدمس، لكن الكهنة ما كانوش بيرضوا ياكلوا الفول خالص. ليه بقى؟ لان اعتقادا منهم ان الفول ده دايما بيسمن او ان هو بيتخن الجسم، وهم دايما كانوا متفرغين للدروس والتعمق في الدين، فبالنسبة لهم طبعا الفول هيتخن اجسامهم فهيقعدوا فمش هيعملوا حاجة فهيكسلوا، فكانوا دايما الكهنة ما بيحبوش الفول نهائي ولا بيرضوا ان هم ياكلوه. وده كان سر النهاردة من أسرار إياحة. ما تنسوش اللايك والشير ورأيكم في الكومنتات، عشان رأيكم بيكمل رأينا. ولو في دماغكم حلقة معينة محتاجين تعرفوها من سر التراث الرمضاني، قولولنا في الكومنتات محتاجين تعرفوا إيه.